طيب بفترة الإنقاذ أعلن انفصال الجنوب بموجب استفتاء، وكان النتائج الاستفتاء صادمة، يعني الأكثرية شبه المطلقة مع انفصال الجنوب. احنا طبعا ظلينا رغم ده كله نبشر بالوحدة الجاذبة، وهو الجنوب لم يدخل يعني فجأة في الاستفتاء، سبقت الاستفتاء ده محاولات لبناء الوحدة الجاذبة من 1965 مؤتمر المائدة المستديرة، العمل الأولي اللي كان موجه نحو تجسير الهوة بين الشمال والجنوب. المجهودات دي لم نوفق فيها لأنه الحركة السياسية السودانية ما كانت جادة في هذا الطرح، وفي كل طرح تعمله تجد في نهاياته بعد ما تبتدي الحوارات الطويلة تجد تتوقف عند نقطة أنها عايزة هيمنة الشمال العربي المسلم على كل واقع الدولة السودانية، فخلقنا الجفوة اللي استمرت. جاء الإنقاذ واصلت نفس الطريق، مع إنها كانت مضوية للناس اللي بيقولوا الحل العسكري لا ينفع خلال ثورة أكتوبر، جاءت لما قالها الأمر وطرحت المشروع النهضوي بتاعها القائم على أسلمة السودان وتعريب السودان. هل صحيح أنه جون غارنج كان ضد انفصال الجنوب؟ بمعنى أنه كان عايز حاجة اسمها السودان الجديد، عايز سودان علماني ما فيه دولة دينية، فيه دولة مدنية قبلان المساواة بين كل الأديان وكل المعتقدات، بدي الجنوبيين حقهم في إدارة شؤون بلادهم. والسودان الجديد بالمعاني ده كانت مرفوضة من جانب الإنقاذ. وأنت كعلماني كنت أيضا مع نفس وجهة النظر هاي؟ نعم، أنا ما زلت مع الدولة المدنية التي تقف على مسافة واحدة من كل الأديان. أنت حالا نادرة تضمن حرية العبادة وحرية العقيدة للجميع. أنت حالا نادرة في السودان. لا لا، لست حالة نادرة، أنا أعتقد في عدد كبير جدا من السودانيين يؤمنون بهذا. لكن نجحت الإنقاذ في أنه تقلب المعادلة، أنها تعمل الأصل في الأشياء أن الناس ينضموا لدولة دينية ويعارضوا فكرة الدولة التي تقف على مسافة واحدة من كل الأديان. مفهوم.